السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بخير. معكم عزيز من قناة جيمزي. طبعا زي ما شفتوا في الحلقة اللي فاتت إني عندي لاعب طاقته 69 لعبت به ماتشات، واليوم حسوي تدريب. التدريب عبارة عن خمسة أنواع من التدريبات، حق دفاع وهجوم وتمريرات وهذا. فخلينا نبدأ ونشوف. طبعا التمرين الثاني هختاره حق تمريرات، هختار الهارد، مع من الهارد هو اسهل شيء. طيب خليني اشوف الدفاع. الدفاع كمان الهارد مو صعب. خليني اشوف التسديدات الهارد كمان. وفي الاخير اخر تدريب هختار الميديوم. خلينا نختار السهل احسن. خلينا نبدأ. طبعا التدريب الاول عبارة عن اسحب بالعرس هادي وبدون ما اصدم فيها واسبق اللاعب اللي جنبي من هناك. وفي ثلاثة مراحل، الاولى هذه اللي قلت لكم عليها، الثانية اني اسحب اللاعب وشوته في المرمى. طبعا زي ما شايفين هذا هو اللاعب، لازم اسحب بيه. ولازم اشوت في المرمى اللي يضوي بالاصفر. طيب ضو الثاني انا شفته فات ومرينا منه. اخر مرحلة انا اسحب اثنين وشوت الكورة. راح في اخر لحظة شالها مني، ايوة، وبعدين اشوت وسجلنا ما شاء الله، قال لي نايس ورك يعني. فمن دون ما نعيد نمر على طول التمرين الثاني. التمرين الثاني اني اسوي اكتر عدد من التمريرات، احنا ثلاثة وفي لاعب في الوسط هو اللي يبغى ياخذ من الكرة. كل ما اسوي عدد اكتر من التمريرات كل ما زيد نقاط، كل ما قوة هذا اللاعب في التمريرات تكون احسن و قوته ترتفع. طيب زي ما اذكركم انه في عندك اربع فرص للاعب، لهذا المدافع لو اخذ منك الكرة اربع مرات ينتهي التدريب. طبعا اخذها مني مرتين وقال لي ثلاثة ترايكين، خلينا نعيد مرة تانية واجيب نقاط اكتر. خلينا نعيد مرة تانية احسن لي. لازم كمان أذكركم شيء، إنه لازم أطلع من هذا المربع الأخضر. أوه والله كنت حدي إياه. طبعا ما شاء الله أحاش هذا، ليش اديته إياه؟ طبعا 3000 نقطة، المفروض أوصل 7000 نقطة عشان يصير كويس. ليش كده طلعته برا؟ طيب نايس ورك. فخلينا نمر التمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده اني احاول اقطع الكورة من اربع لعيبة، هم في اربع لعيبة نور البعض، انا ومدافع تاني في الوسط نحاول ناخد منهم الكورة. في نوعين من اخذ الكورة، تقدر بالمربع او بالدائرة. من الافضل انك بالدائرة فهو احسن واسرع. التاني بسرعة التمرير حقهم ما تقدر. طيب هذا الأول أحال، كيف ما أخذتها؟ وهذا ألف تاني، ما شاء الله ثلاثة.
والله لا، كل ما تمر من الوسط يشيل 50 نقطة تقريبا. والله ما نصدق، 6000، 6000 نقطة أول مرة تصير معايا هذه، 7000 نقطة. والله قريب أشيل. أحا الحين حيطيق اللعبة ويسرع في التمريرات، بس حاول إنك تقطعها، تحاول إنك تبعدهم على بعض، اللعيبة تبعدها على بعض، فكل ما بعدتهم على بعض تكون أسهل لك إنك تاخد منهم الكورة. أما إذا تجمعوا زي كده، والله قريبة كنت أشيلها. أيوة زي كده، وسع وسع وسع. أح أخدتها؟ لا أخدتها، كيف؟ المفروض أحسب. طيب بس أصلا جود جوب، يعني 7000 نقطة تكفي، بس أنا أقول لكم الطريقة إنك لازم تبعدهم على بعض. طيب جود جوب، خلينا نمر للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده عبارة إنك تشوت، عندك طريقتين تشوت، وفي عقبات في بالخشب هذا، أو شي خلي لك زاوية بس في زاوية بس في المرمى تسجل فيها، وعقبة تحتك خشبة تحتك تمر الكرة من فوقها. في طريقتين انك تشوت، الطريقة الأولى R1 ومربع، الثانية L1 ومربع. L1 ومربع هي اللي دايما أنصح بيها، عشان الأنوال أيوة L1 هي زي اللوك بس. طيب زي كده تستخدم الـ R1، أنا غلطت، بس المفروض في حالة زي كده تستخدم الـ R1 عشان تمر على طول من فوقها. طيب بدأت التمرين، عودك ايش بس سويت انا، يعودك انك تحدد وين تشوت الكورة. في بعض اللعيبة ما يحدد اصلا وين تشوت الكورة، بس يضغط مربع وخلاص، وين شجات وهدف اكيد يكون حاططها سهل مرة. فهذا عبارة انك تتعود كيف تحدد الكورة، وهذا هدف. هذه كان قريبة يا اخي، هذه استخدم فيها الـ R1. احا قريبة مرة، خلينا اعيد مرة تانية. والله قريبة، هذه الهدف، كل هدف عليه 1000 نقطة. لا اسكت اسكت، قريبة هادي، لما ابغاها فوق تجي تحت، ولما ابغاها تحت تجي فوق. والله كان قريبة، هذا زي ما قلت لكم تستخدموه الان، استخدموه. طيب هذه مرة ان شاء الله تخش، زي ما قلت لكم تستخدم الارمون فادي. والله كان قريبة، هادي كان 3000 نقطة، وهذه آخر شوط أعتقد، 4500 نقطة. نايس ورك. خلينا نمر للتمرين اللي بعده، هو آخر تمرين. هذا التمرين سهل مرة، عبارة إن طيب هو أصلا إيزي، عبارة إن بس تشوت الكورة وما تخلي تصدم في هذا الحديدة اللي تروح وتجي، سهل مرة. تعال استجي بسرعة قبل ما ينتهي الوقت، هو كل مرة يصعب لك شوية فيها، بس زي ما تقدر تجلس سهلة. أقول سهلة و طبعا لما أحط لك العقبة زي كده، أنصحكم إنكم تضغطوا على L1 وتقووا شوية في الشوطة عشان تمر فوق، خليك ضاغط شوية على المربع. هذا نفس الشيء كمان، وانتهينا ب 9000 تقريبا، 10000 نقطة جود جوب. اعتقد كده اللاعب حقي ممكن يتحسن درجة او 2.
طبعا هذا كان كل شيء حلقتنا ده اليوم. اتمنى عجبتكم عجبكم الفيديو. لا تنسوا تسوي شير وسبسكرايب. يلا سلام.